الكرام، توقعت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارية الدكتورة هالة السعيد أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4%، لا سيما بعد الإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد المصري، وذلك للعام المالي 2016-2017. وأعلنت السعيد أنه سيتم الإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام المالي المنتهي بنهاية شهر يونيو الماضي خلال الشهر المقبل، بعد الانتهاء من حساب مؤشرات الأداء خلال أشهر العام.